اهلا ومرحبا بكم اخواني الكرام في فيديو جديد. مزراوي يتضامن مع المايسترو حكيم زياش ويرفض الالتحاق بالمنتخب الوطني. شجار عنيف نشب بين وليد الركراكي ومهاجم المنتخب امين الوزاني، هذه تفاصيلها. ريكاردو سابيونيتو مدربا جديدا للرجاء الرياضي البيضاوي. بطلب من مدرب الريال كارلو انشيلوتي، بيريزا يتصل بأشرف حكيمي لإعادته إلى بيته الأبيض. المنتخب الوطني المغربي يجري أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة إفريقيا الوسطى. الرجاء والجيش داخل مجموعة الموت في عصبة الأبطال. فريق ماميلودي سانداوز يعلق على مواجهة الرجاء والجيش في دور الأبطال. بعد وليد الركراكي، جوزي مورينيو يدعم نصيري، أغلق أذنيك وانسى الانتقادات وواصل العمل. مستجد صار جدا من إبراهيم دياز لوليد الركراكي. وأخيرا سنشاهد لاعب من الرجاء في المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة وليد الركراكي. علمنا من مصادرنا المقربة من إدارة نادي الرجاء الرياضي البيضاوي أنه تم التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابيونيتو على رأس العارضة الفنية لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي لسنة قابلة للتجديد. هذا وكشفت ذات المصادر أنه سيتم تقديم المدرب الجديد للرجاء الرياضي البيضاوي في الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي. وسبق لسابيونيتو أن درب كل من سبورتينغ لشبونة البرتغالية وريال سوسيداد الإسبانية وأبيولا القبرصية. خاض المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين 7 أكتوبر 24 أول حصة تدريبية استعدادا للمباراتين اللتين سيجريهما يومي 12 والخامس 10 أكتوبر 24 منتخبي إفريقيا الوسطى لحساب الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس الأمم الإفريقية التي ستجرى ببلادنا. وشهدت الحصة التدريبية التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم مشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم باستثناء عبد الصمد الزلزولي الذي سيلتحق بمقر إقامة المنتخب الوطني المغربي اليوم. من جهة أخرى يعقد السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الجمعة 11 أكتوبر 24 انطلاقا من الساعة 5:30 عصرا ندوة صحفية بالمركب الشرفية في مدينة وجدة للحديث عن المباراة التي تجمع أسود الأطلس بإفريقيا الوسطى. تلي حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى لالتقاط الصور. من جانبه سيعقد السيد راؤول صاف مدرب منتخب إفريقيا الوسطى بدوره ندوة صحفية، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بداية من الساعة 5 عصرا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الاثنين عن نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا التي تمت داخل مقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة. وأبانت القرعة على أن ممثلي الكرة المغربية متواجدان ضمن نفس المجموعة، أي الرجاء الرياضية والجيش الملكي في المجموعة الثانية، إضافة إلى كل مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية وماميلودي ساندونز الجنوب إفريقيا. ويشار إلى أن الكاف أجل موعد انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية إلى شهر نوفمبر، بعدما كان مقررا انطلاقه في شهر أكتوبر بسبب بدء تصفيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين. أصدر الكاف في بلاغه قبل أيام أن دور المجموعات سيقام في الفترة ما بين أكتوبر ودجنبر قبل أن يتم تأجيلها لمدة شهر، على أن يجري الدورة خلال الفترة ما بين نوفمبر ويناير. أكد شوبي ناكاديم المكلف بالتواصل داخل نادي ماميلودي ساندونز الجنوب إفريقيا أن مواجهة فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي في دور المجموعات منافسات دوري أبطال إفريقيا سيكون أمرا صعبا جدا. وأضاف ناكاديم في تصريح خاص
وشان خلال السنوات الماضية فريق الوداد الرياضي بشكل مسترسل في دور أبطال إفريقيا ومؤخرا في السوبر ليغا، وكانت المواجهات صعبة جدا ومتكافئة للغاية، ونتوقع نفس الشيء عندما سنلاقي الرجاء والجيش. وأوضح النكديم أن ماميلودي سانداونز يؤمن بحظوظه وبإمكانيته، وأن النادي سيلعب كل مباراة على حدة، مشيرا إلى أن الكل يتحدث عن فريق الرجاء والجيش ولا يتطرق إلى نادي مانيما من الكونغو الديمقراطي، والذي سيكون معادلة صعبة في المجموعة الثانية. وقال المكلف بالتواصل بنادي سانداونز أن فريق تعود طيلة العقود الأخيرة من الزمن على منازلة أكبر الفرق في شمال إفريقيا، وأنه أصبح يملك خبرة واسعة في مثل هذه المباريات، مشيدا بالمستوى الذي قدمه الرجاء والجيش خلال الموسم الماضي. اجتمع البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق فينيرباشا التركي بالمهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري للرفع من معنوياته وتجديد الثقة فيها بسبب مرحلة الفراغ التي يعيشها منذ بداية الموسم. وحسب مواقع رياضية تركية فإن سبيسل وان اختار عقد اجتماع مع المهاجم المغربي ليظهر له دعمه وثقته لتجاوز الفترة الصعبة التي يعيشها بسبب صيامه عن التهديف، مؤكدا ثقته في النصيري للعودة لمستواه التهديفي. وقال مورينيو للنصيري: أنا على دراية بمدى جودتك، قد نمر بفترة غير جيدة، أؤمن بشدة أنك ستتغلب على هذا، أنا مؤمن بك وأثق فيك، أغلق أذنيك وانسى الانتقادات واستمر في العمل الجاد. يأتي اجتماع جوزي مورينيو باللاعب المغربي بعد تصريحات الناخب الوطني وليد الركراكي الخميس الماضي التي دعم فيها يوسف النصيري معتبرا إياها أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المغربية، وأنه بحاجة لمزيد من الثقة خلال الفترة الحالية بعد تراجع مستواه مع فريقه الجديد فينيرباشا التركي. وقال الركراكي آنذاك خلال الندوة الصحفية الخاصة بتقديم لائحة الأسود أمام جمهورية إفريقيا الوسطى موضوعا النصيري دائما حساس، إنه أحد أفضل المهاجمين والهدافين في تاريخ المغرب سواء أحببتم ذلك أم لا، لقد سجل في جميع المسابقات التي خاض رفقة المنتخب المغربي. وأضاف النصيري: يلعب في نادي كبير ومع أحد أفضل المدربين في العالم، ولا أعتقد أن جوزي مورينيو غبي حتى يجعل فريقه ينفق 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع النصيري، وإذ قال أنه يجب مساعدة اللعب فأنا أيضا سأقول نفس الشيء. تردد مستجد صار يهم النجم المغربي إبراهيم دياز على هامش غيابها عن الميادين في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض له، ما كلفه الغياب كذلك عن مباراتي المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى. دار إبراهيم دياز في الحصة التدريبية لريال مدريد مباشرة في تدريبات الفردية على أن يتم برنامجه ويمر إلى التدريب الجماعية التي تمهده للعودة إلى الميادين بشكل رسمي. وأفادت تقارير صحفية إسبانية هذا الصباح أن الهدف هو إعادة دياز إلى قائمة الفريق مع ما تم التوقف الدولي الحالي، واللحاق بالمباريات المقبلة لريال مدريد خاصة الكلاسيكو أمام برشلونة. يبقى غياب دياز الأكبر عن المنتخب المغربي في التوقف الدولي الحالي، والذي سيعرف مواجهة الأسود لإفريقيا الوسطى في تصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المغرب 2025. منذ تولي الناخب الوطني وليد الركراكي مسؤولية تدريب المنتخب والجمهور الرجوي يتساءل عن غياب أسماء من الفريق بالمنتخب المغربي. مر مونديال قطر دون أن يستدعي وليد الركراكي لاعبا واحد من نادي الرجاء، وإن كان الحارس نسزنيش الأقرب إلى المنتخب من غيره من حراس البطولة الاحترافي. كان عزاء جمهور الرجاء في مشاهدة ابن الفريق بدر بنونة يحمل ألوان المنتخب أو القادم وقتها من نادي الأهلي المصري، ما ينطبق على بدر بنونة ينطبق على جواد اليميقة المحترف حينها في الدورية الإسبانية. انتهى المونديال الأبيض وجاء موعد المونديال الأسمر في الكوت ديفوار،
وأتى وليد الركراكي على أمال جمهور الرجاء في مشاهدة تمثيلية للنادي بالفريق الوطني. لقد غاب بدر بنونة واليميقة وكذلك نجم الإمارات سفيان رحيم عن تشكيلة المنتخب الوطني، لكن وتحت ضغط تألق رحيم لم يجد وليد الركراكي من خيار سوى دعوته لمعسكر الأسود، فكان ابن الرجاء في مستوى تحدي الكبار. اليوم يعود الركراكي مرغما إلى مدرسة الرجاء. اليوم يعود الركراكي إلى مدرسة الرجاء لسد ثغرة اليوم يعود الركراكي إلى مدرسة الرجاء لسد ثغرة غياب مزرب عندما نادى على المدافع الأخضر يوسف بالعمري. ووجه الناخب الوطني وليد الركراكي الدعوة للاعب فريق الرجاء الرياضية يوسف بالعمري للانضمام إلى التجمع الإعدادي الذي تجريه النخبة الوطنية استعدادا للمبارتين اللتين سيخوضهما يوم 12 و15 أكتوبر الجارية أمام منتخب إفريقيا الوسطى بالمركبة الشرفية بمدينة وجدة لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات إفريقيا المغرب 2025. أكدت مصادر مقربة من المنتخب الوطني المغربي أن المدرب وليد الركراكي يشعر بغضب شديد من رفض المهاجم أمين الوزاني الانضمام إلى المنتخب المغربي الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس التي أقيمت مؤخرا. وكان الطاقم التقني للمنتخب الأولمبي بقيادة طارق السكيتيوي قد وجه الدعوة للوزاني للانضمام إلى صفوف الفريق، وقد حصل على موافقة ناديه البرتغالي سبورتينغ براغ، إلا أن اللاعب رفض العرض. برر الوزاني آنذاك قراره برغبته في التركيز مع فريقه الجديد في الدورية البرتغالي، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى فترة تحضيرية جيدة للتأقلم مع أجواء الدورية الجديدة، كما أشار إلى رغبته في المساهمة مع فريقه في دوري تصفيات الدورية الأوروبية. هذا الموقف لم يلقى استحسان المدرب وليد الركراكي الذي كان يعتمد على الوزاني لتعزيز صفوف المنتخب الأولمبي، وأدى هذا الخلاف إلى توتر العلاقات وشجار بين الركراكي والوزاني. يذكر أن الاتحاد الجزائري حاول أيضا ضم الوزاني إلى صفوف المنتخب الجزائري مستغلا التوتر الحاصل بين الركراكي والوزاني، إلا أن اللاعب رفض العرض بشكل قاطع وتشبث بتمثيل المنتخب. قبل يوم واحد من بداية توافد لاعبي المنتخب الوطني المغربي على مجمع محمد السادس بسد، تعرض الدولي المغربي المحترف بنادي مانشستر يونايتد نصير مزراوي لإصابة استبدله المدرب بين شوطي المباراة التي جمعت ناديها الأحد الماضي بنظيره أستون فيلا. ولعب نصير مزراوي الشوط الأول بشكل عادٍ قبل أن تتفاجأ الجماهير بعدم صعوده إلى أرضية الميدان في الشوط الثاني، قبل أن يخرجه المدرب الفريق في نهاية المباراة ليؤكد إصابة الدولي المغربي، ما يعني غيابه عن مباراتي المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى بمدينة وجدة. وتساءلت الجماهير المغربية حول ظروف إصابة نصير وغيابه عن المنتخب في الوقت الراهن، خاصة أن اللاعب حضر إلى التجمع السابق ولعب مباراة واحدة كظهير أيمن، ما كان أشرف حكيمي الذي شغل مركز الظهير الأيسر، قبل أن يقدم المدرب وليد الركراكي على تغييره في ثاني المباريات بترك مزراوي على دكة الاحتياط والدفع بحكيمي ظهيرا أيمن وأدم أزنو في مركز الأيسر. تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق أن نصير مزراوي عبر للمدرب الركراكي عن رغبته في اللعب بمركز كظهير أيمن وعدم الدفع بها في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد أدائه المتواضع في هذا المركز خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي جرت بالكوت ديفوار والتي غادرها أسود الأطلس من دور ثمن النهائي بهزيمة على يد جنوب إفريقيا. يرتقب أن يدفع وليد الركراكي في المباراتين القادمتين بأشرف حكيمي في مركز الأيمن وأدم أزنو كظهير أيسر. من جهة أخرى تساءلت الجماهير حول غياب نصير مزراوي وعلاقتها بغياب حكيم زياش عن مباراتي أسود الأطلس، فهل يكون اتفاق جرى بين اللاعبين حسب الجماهير المغربية؟ هل هو تضامن؟
على إثر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد داني كارفاخال والتي قد تعسف بمساره الكروية إذا تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين تطلب إجراء عملية جراحية. فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بات أمام واقع إعادة فتح مفاوضاته مع نادي العاصمة الباريسية من أجل إعادة نجمه المغربي أشرف حكيمي إلى النادي الملكية. وكان بيريز قد فتح في وقت سابق من هذا الصيف ملف الانتقال الدولي المغربية إلى صفوف النادي الملكي، لكن سرعان ما أغلق بعد إعلان إدارة الريال تجديد عقدها مع المدافع الإسبانية. أما مدرب الريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي فقد أعرب في وقت سابق عن رغبته بإعادة النجم المغربي أشرف حكيمي إلى حضن ناديه السابق ريال مدريد من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي كخيار لتعزيز جبهة داني كارفاخال. يذكر أن الإصابة التي تعرض لها كارفاخال تعود للتواني الأخيرة من مباراة جمعت النادي الملكي بضيفه فيلاريال مساء السبت الماضي على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو برسم الدورة التاسعة من البطولة الإسبانية. وقال النادي الملكي في بيان بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي وتمزق في الوتر الخلفي للساق اليمنى. وأضاف النادي أن كارفاخال سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة دون تقدير مدة غيابه والتي يقول خبراء أنها ستتعدى السنة. حتى لو أن أكد اللاعب الإسباني عبر حسابه على إنستغرام أنه سيستعين عليها الابتعاد عن الملاعب لعشهر عدة. وغادر الظهير الأيمن البالغ من العمر 32 عاما باكيا على حمالة في الوقت بدل الضائع بعد إصابة خطيرة في ركبتها اليمنى تعرض لها عندما حاول تشتيت كرة من أمام زميله في المنتخب الإسباني، حيث لمس الأخير الكرة قبل أن يصل إليها مدافع النادي الملكي الذي سقط أرضا وهو يصرخ بشدة مطالبا بتدخل الجهاز الطبي. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.